جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول: إذا كنت في التشهد الأول وأكملت التشهد وقبل السلام تذكرت أنني في التشهد الأول وقمت وأكملت الصلاة، هل علي سجود سهو؟ نعم، إذا زادت على التشهد الأول زادت عليه من التشهد الأخير سهوا، نعم، فإنها تسجد للسهو لأنها زادت في الصلاة زيادة من جنسها سهوا فتسجد للسهو، لأن الزيادة في الجلوس هذه زيادة لكنها من جنس الصلاة. طيب، فيشرع لها سجود السهو. نعم.